وهنا فائدة لطالب العلم حتى لا يزل، وهي أنه لا ينظر بعين واحدة إلى دليل عثر عليه فيستدل بهذا الدليل على جواز شيء أو تحريم شيء مع إسقاطه لأدلة كالجبال. فإن مثل هذه الأحاديث النادرة أو القليلة إذا أتت وهناك من الأحاديث الكثيرة ما تخالفها إنما جعلها الشرع فتنة، لكن الراسخين في العلم يجمعون بينها فيردون هذا المتشابه إلى المحكم فيصير الكل محكما. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم بعدها قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وإذا كان الكل من عند الله عز وجل أيكون هناك اختلاف؟ لا، الاختلاف في أفهامنا نحن.